Welcome our dear students of grade 3. اهلا احبائي طلبة grade 3. النهاردة معانا مع السيشن الاولى لمنهج الماس لgrade 3. طيب عندنا ايه السنة دي في الماس؟ عندنا حاجات كتير جدا. هنبدأ شابتر 1، هنبدأ مع الباترن. هنتكلم كمان على التالي مارك، هنتكلم عن التالي تيبل، هنتكلم على the relation between tally table and pictograph. طيب كمان هنتكلم عن ايه في شابتر 1؟ في شابتر 1 هنتكلم كمان على measuring lens. طيب هنستخدم ايه؟ we measure lens in centimeter, meter and millimeter. تمام. طب ده شابتر 1. طب شابتر 2 هنتكلم عن ايه؟ شابتر 2 هنتكلم على النمبرز. هنرجع تاني نتكلم عن النمبرز، بس هنتكلم على 4 ديجيت نمبرز. يعني ايه 4 ديجيت؟ يعني هنتكلم على 1000. طب 1000 بس؟ لا، كمان هنتكلم على 10000 وال 100000. هنتكلم ازاي هنعرف نطلع الفاليو والبليس فاليو، ازاي اعمل اوردرنج للنمبرز دي، ازاي اعمل كومبيرنج بتوين تو نمبرز، وحاجات تانية كتير. طب عندنا ايه كمان؟ هنتكلم على الاريز. طب الاريز دي هتكون الانترو بتاعنا للمالتيبليكيشن. هو احنا السنه دي عندنا مالتيبليكيشن؟ ايوه، هنتكلم على مالتيبلز اوف نمبر 2 3 4 5 6 7 8 multiples of number 5, multiples of number 10، وكمان هنتعلم ازاي نعمل multiply by 0. طب فين number 9؟ لا، number 9 دي حكاية تانية في chapter 6. طيب بعد كده هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم على البوليجونز. تمام. هنتكلم على البارالليلوجرام. ايه باراليلوجرام ده؟ باراليلوجرام ده كوادراتيرال. يعني ايه كوادراتيرال؟ يعني حاجه ليها 4 سايدز، زي السكوير، زي الريكتانجل، زي الرومبس، زي كل الحاجات دي. تمام. هنتكلم بعد كده على الاريا. هتعلم ازاي اي احسب الاريا بتاعت اي بوليجون موجود عندي لو اداني الدايمنشنز بتاعته. هتكلم كمان على البريمتر، وهتكلم كمان على relation between area and perimeter، وكمان هناخد word problem او story على ال perimeter وهي على ال area. كمان عندنا في chapter 6 هنتكلم على multiplication using strategy، هنتكلم على addition using strategy، وكمان subtraction using strategy، وهنعمل شوية revision كده على ال place value وعلى ال addition و subtraction word problem. الموضوع صعب؟ لا مش صعب. منهج في شغل، في حاجات كتير، بس زي ما تعودنا ان مع السكولة التعليم بيكون بسهولة. انا مستر هشام النجدي، ودي هتكون اولى حلقة من حلقات الماس اوف جريد 3. ما تنسوش تابعونا وتابعوا قائمة التشغيل ماس اوف جريد 3 ويز هشام النجدي. دي كانت البداية بتاعتنا، وتعالوا نشوف السيشن نمبر 1. Welcome our dear students of grade 3. ورجعنا لكم تاني في session number 1، واللي هنتكلم فيها على الباترنز. لكن النهارده رجع معانا كمان محمد وعمر. Welcome محمد. Welcome عمر. هاي. اهلا بيكم في grade 3. طيب النهارده هنتكلم على الباتر. بتهيألي ده موضوع مش جديد بالنسبه لنا. يعني انتوا عارفين يعني ايه باتر. ايه الباتر اللي خدناه قبل كده؟ الفاجوال باتر. طب تعالوا كده نبص على الباتر اللي عندنا. عندي بلو سيركل، وبعدين ريد. ايوه بلو سيركل ريد سيركل. ايه الباترن هنا اللي بيتكرر؟ ها بلو اند ريد. بلو اند ريد. طيب نبص كده يا محمد، ها بسرعه وقول لنا الباترن. ها سيركل سكوير سيركل سكوير سيركل سكوير. يبقى ده الباترن اللي بيتكرر عندي، سيركل اند سكوير سيركل اند سكوير. برافو عليكم. طيب النهارده الجديد عندنا في جريد 3 ان احنا هنتكلم على النمبر باتر. تعالوا نبص على النمبرز اللي عندي كده. ها 20 22 24. وات ذا نيكست نمبر؟ ها قولوا بسرعه قبل ما زملائنا في البيت يقولوا. ها 26. ها 28. طب احنا عرفنا ازاي؟ سوار بيزيد. النمبرز بتزيد، صح؟ برافو عليك. increasing. تمام. بتزيد قد ايه؟ 2. كل مره بعمل ايه؟ جامب باي 2، يعني بعمل بلس 2. يبقى الرول هنا او الباترن هنا عندي ايه؟ بلس 2. طيب ها نبص تاني في نمبر تاني. ها 34 44. اسال نفسي سؤالين. اول حاجه، النمبرز بتاعتي increasing ولا decreasing؟ بتزيد ولا بتقل؟ بتزيد. يبقى هعمل ايه؟ بلس كام بقى؟ ها بسرعه قبل ما زمان. ها
بلس 10 بلس 10 شايف الديجيت اللي في ال 10 هي اللي بتتغير، بقت 3 بقت 4 بقت 5، يبقى كل مره بعمل بلس 10. برافو عليكم. ها عايزين نشوف معانا باترن كمان. ها 60 55 50. هسال نفسي السؤالين. ها بسرعه، ها النمبرز بتاعتي بتزيد ولا بتنقص؟ بتنقص. بتنقص، يبقى بعمل ايه؟ ماينس سبتراكشن. تمام. بتنقص قد ايه؟ ها 5. كل مره بعمل ايه؟ جامب باي 5، بس بعمل ايه؟ كاونت باك. ها 60 50 5 50. طب النمبر اللي بعد كده، ها 45 40 35. ويبقى الرول بتاعي هنا ايه؟ بعمل ماينس 5. تمام. ده ملخص سريع للسيشن بتاعتنا النهارده واللي هنتكلم فيها على الباترن. اتكلمنا شويه على الفاجوال باترن، واتكلمنا كمان حبه على النمبر باترن. تعالوا نشوف بقيه السيشن واللي هنتكلم فيها على الباترن. Okay, first we need to record the number of this session. Today is lesson number one, so that is the first session. As we don't usual, زي ما بنعمل في الكلاس بتاعنا, we count how many days we have been in the school. Today is the first day, so we make a circle around number one. Okay, look to this picture. احنا شايفين هنا، شايفين ايه؟ شايفين pictures، شايفين figures. Green apple and another red apple. After that, green and and red apple. انا شايف هنا في sequence، في pattern، في tempo، في ايقاع. طب هنا الإيقاع بتاعني أنا بتكلم على الكالورز، عندي green and red، green and red. طب لو أنا عملت expecting كده، what is the next apple، what is the color، بص كده، يبقى أنا هنا عندي pictures أو عندي figures، green apple and another one red، green and red، green. يبقى the same pattern. شايف الباترن بتاعي؟ ها green وبعدين red، green and red، green and red، one and one. هنا انا بتكلم على pictures، اللي بتغير عندي هنا مين؟ ال pictures. تمام. اوكي ها بص كده، ها انا شايف عندي هنا three books and pencil، وبعدين two books and بنسل، وبعدين one book and pencil. خلي بالك هنا برضو عندي pictures، ما عنديش number. تمام. طيب يبقى هنا عندي books وبعدين pencil، وعندي هنا كمان books وعندي pencil، وبعدين another book and pencil. يبقى هنا الباترن أو اللي بيتكرر عندي هنا مين؟ pictures. هنا book وبعدين pencil، another two books and pencil، one book and one pencil. هنا فبقول عليه كمان ده ايه؟ factual pattern. يعني ايه factual pattern؟ يعني عندي pictures هي اللي تتغير. بس خلي بالك كمان انا في عندي هنا number pattern، في عندي حاجة numerical. بص كده. اوكي how many books in this picture؟ هلاقي البوكس هنا three and one pencil، وبعدين two and one pencil، وبعدين one and one pencil. خلي بالك انا هنا مع الفيجوال باترن معايا كمان نمبر باترن، عندي three books، two books and one book. يعني ممكن الفيجوال باترن يكون مع نيوميريكال باترن، يكون في نمبر باترن. بص كده اهو three two one، وطبعا ده الباترن ده decreasing، بتنزل، كانت three بقت two became one. يبقى انا عندي الفاجوال باترن اللي بتكلم عنه انا بستخدم we used what pictures or figures، بستخدم صور او اشكال. تمام. طيب ممكن يكون معاه مع الفاجوال باترن ده يكون معاه number باترن. طيب بص كمان، ها
circle. Square. Two circle. Two square. بص كده. What is the next figure? ايه الشكل اللي بعد كده؟ بص كده. الباترن بتاعي كان 1 and 1. طبعا انا ما عنديش numbers يبقى على طول بقول عليه فاجوال باترن. بس هنا خلي عبالك كان عندي 1 and 1 مع فاجوال باترن، هتلاقي كمان في numerical باترن، في number باترن. طب بص كده. طب after كده 2 and 2. كان عندي 2 circles and 2 rectangles. تمام. what is the next؟ ايه الشكل اللي بعد كده؟ ايوه. هيبقى 3 and 3. عشان يبقى ماشي بنفس التيمبو، بنفس السيكونس، بنفس الايقاع. 1 and 1 2 and 2. 3 and 3 اهو. 3 circles and 3 rectangles. بص كده 1 2 3 circles وبعدين معاهم 1 2 3 rectangles. 1 and 1 2 and 2 and 3 and 3. ده اللي انا بسميه فاجوال باترن. يعني ايه فاجوال باترن؟ يعني اللي بيتكرر. خلي بالك باترن يعني تكرار، يعني سيكونس، يعني ايقاع. يبقى اول كايند عندي اللي هو الفاجوال باترن. ايه اللي بيتكرر عندي هنا؟ الفيجرز، البيكتشرز. تمام. ممكن يعني تتكرر بعدد، يعني اهو هنا مثلا كان 1 and 1 اوكي تمام، لكن هنا النمبرز هنا كمان تشينجت، نمبرز بتغير. البوكس كانوا 3 بقوا 2 بقوا 1، كمان السيركلز 1 بقوا 2 بقوا 3، الريكتانجلز 1 2 3. يبقى ممكن مع الفاجوال باترن الاقي نمبر باترن. اوكي نتكلم تاني على الفاجوال باترن. بص كده. One plane and one car. One plane and two cars. خلي بالك the number of planes ما بتغيرش. مين اللي بتغير؟ The number of cars. كان one بقوا two. The next will be هيبقى ايه؟ بص كده 1 and 3. هنا ده طبعا ده virtual pattern. لان اللي بيتكرر عندي هنا ايه؟ pictures، عندي figures. بس خلي بالك كمان مع الباترن ايه، بص على number of cars هلاقيهم بقى 1 2 3، ولو كملت كمان هلاقي 1 plane and 4 cars. في هنا باتر. طبعا the number of planes is constant. 1 1 1. لكن اللي بغير عندي مين؟ the number of cars. It was 1 became 2 became 3 4 and so on. يبقى كمان ده virtual pattern، بس بتلاقي معاه كمان ايه؟ numerical او number pattern. اوكي زي ما قلنا المرة اللي فاتت، 1 and 1، 2 and 1، the next يبقى ايه؟ 3. بس 3 ايه؟ 3 squares ولا 3 circles؟ بص كده. هنا خلي بالك عندي 1 circle ما بيتغيرش. اللي بيتغير مين؟ the number of ايه؟ squares. 1 2. يبقى the next is 3 squares. هنا بقى هنخش على another kind of patterns. هنخش على مش هقول لكم، خلينا بص. المره اللي فاتت حاولنا ايه؟ طبعا خلي بالك ما حدش يقول لي ده فيجوال باترن، عندي صور. انا عندي صور مين؟ طبعا الانيمالز دي ما بتتغيرش، دي حاجه بس كده يعني ايه، باك جراوند عشان يبقى الصوره شكلها احلى. لكن اللي اتغير عندي هنا مين؟ النمبرز. تمام. انا هنا هتكلم على نوع تاني من الباترن، هو النمبر باترن. هلاقي عندي نمبرز، لازم اسال نفسي تو كويستشنز. تمام. النمبرز دي بيحصل لها تشينج ولا لا؟ بتتغير ولا لا؟ تمام. طيب بص كده، it was 30 became 40، يبقى اتغيرت. تمام. يبقى انا عندي هنا numerical او number pattern. تمام. هسأل نفسي السؤال التاني، النمبر دي increasing
or decreasing. يعني ايه الكلمتين دول؟ increasing يعني زادت. طب decreasing يعني قلت. طب بص كده, it was 30 and became 40. هو مين اكبر يا جماعة؟ Who is the greater, 30 or 40؟ لا طبعا عارف 40 greater than 30. تمام, انا حتى كمان بعمل counting بقول 30 first, يبقى 30 less than 40. يبقى النمبر بتاعتي increasing. increasing يا جماعة معناها ان انا عملت plus. لو النمبر بتاعتي زادت يبقى انا عملت plus. طب لو حصل لها decreasing معناها ان انا عملت minus subtraction. يبقى اول حاجة لازم اعرف النمبر بتاعتي increasing ولا decreasing. increasing يبقى plus. يبقى السؤال الاولاني ان انا عرفت النمبر بتاعتي لو بيحصل لها increasing بتزيد يبقى عملت plus, لو بيحصل لها decreasing minus. تمام, طيب عرفت خلاص ان هي بيحصل لها plus, نعمل addition. قد ايه بقى؟ how much. عشان تعرف we must find the difference between two consecutive numbers. ايه الكلمة دي؟ يعني ايه consecutive؟ يعني two numbers يكونوا ورا بعض. two adjacent numbers يعني ايه؟ 30 و 40 او 40 و 50. الاثنين هم يا 30 و 40 الاثنين ورا بعض او 40 و 50. طب ينفع 50 و 30؟ لا, لازم يكونوا ايه؟ ورا بعض. تمام, اهو لازم يكونوا ايه؟ ورا بعض. تمام, يبقى 30 و 40. طيب هقول 40 minus 30, مش لازم اكتب, انا بس بوضح لكم ده على طول كده, بعملها مينيتري على طول في دماغي وانا قاعد. what is the difference between 40 and 30؟ وانا لما كنت في ال 30 رحت لل 40 زادت قد ايه؟ خلاص عارفين هي زادت قد ايه؟ تمام 10. يبقى الـ sequence أو الـ pattern أو الإيقاع اللي أنا ماشي بيه plus 10, يبقى كل مرة هعمل plus 10. أوكي تمام, يبقى 30 and 10 40. excellent. 40 and 10 بص كده 0 and 0 0, 4 and 1 5, يبقى 50. طيب to find the next number يبقى كمان plus 10 تبقى 60. to find the next number يبقى كمان plus 10. احنا مش قلنا في ايقاع في سيكونس, عارفين الصوت بتاع القطر بيبقى ماشي ازاي؟ ما بيلخبطش في سيكونس. تمام, اهو نفس في تيمبو تك 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 اهو. يبقى هنا من ال 30 لل 40 10, طب من ال 40 لل 50 كمان 10, طب من ال 50 لل 60 كمان 10, يبقى 60 plus 10 70. خلي بالك وانا بعمل بلس 10 خدناها في جريد 2 اللي بتغير مين؟ ذا ديجيت ان 10 هي بس اللي بتغير. طيب وال 1 ما بيحصلهاش اي تغيير. طيب بلس 10 80. اكسلنت. 0 بلس 0 0, 1 بلس 7 8. اوكي تمام. اهو يبقى the pattern اللي change اللي عندي the rule plus 10. اوكي تمام, ادي عندي numbers, يبقى number pattern 10 15 20. بص كده على numbers, اول سؤال numbers increasing ولا decreasing؟ it was 10 and became 15. 15 became 20. numbers بس الله ايه؟ increasing. يبقى اول واحدة plus, انا عرفت ان انا هعمل addition. اوكي the second question. انا هنا عرفت ان انا بعمل plus. تمام, طيب قد ايه بقى؟ find the difference between two consecutive numbers, هيجي على اي اثنين ورا بعض مثلا 10 and 15. find the difference احنا تعلمناها يعني معناها minus. طيب هقول 10 minus 15 ولا 15 minus 10؟ لا اوعى, احنا قلنا في subtraction we start with the greatest number, with the greater, ببدأ بالgreater. يبقى 15 minus 10, 15 minus 10 equals
مش عارف خالص. اعمل counting من 10 لما توصل 15. After 10 11 12 13 14 15 يبقى 5. يبقى each step we add 5 بعمل plus 5. Another plus 5. طول ما انا ماشي بعمل jump by 5. فاكرين skip counting؟ اكني بعمل counting by 5. فاكرين ال 5 frame لما كنا بنعد؟ بعمل counting by 5. يبقى 10 15 20 ها excellent 25 خلاص طول ما انا ماشي بعمل plus 5 ها 25 30 and 35 كل مره بعمل plus 5 اوكي ها يبقى the pattern او the rule هنا ها plus 5 انا كل مره بعمل plus 5 اوكي another pattern لازم تع... بص عندك هنا ادي numbers يبقى على طول number pattern ها 20 18 16 اسال نفسي ال 2 questions بتوعي النمبرز بتاعتي بيحصل لها increasing ولا decreasing يعني ايه increasing بتزيد ولا decreasing بتنقص طيب 20 ها 18 16 numbers بتاعتي بيحصل لها ايه decreasing decreasing يبقى minus subtraction طبعا اهي it was 20 became 18 became 16 النمبرز بتاعتي بتوقع مني تمام طيب يبقى انا عرفت اعمل minus minus كام بقى ده السؤال التاني على طول find the difference between two consecutive numbers اجي على الاثنين لو بعض دول الفرق بينهم طيب الفرق بينهم ازاي على طول count after the smaller to reach the greater هعد من الصغير لما اوصل للكبير after 18 19 20 يبقى 2 يبقى minus 2 يبقى each step we take 2 we subtract 2 كل مرة بعمل minus 2 باخد 2 يعني 20 هاخد 2 من 20 ها 19 18 اهم طيب take 2 from 18 ها 17 16 اهي take 2 from 16 ها 15 14 excellent طيب ها take ها take 2 from 14 13 12 ها take 2 from 12 ها 1 10 خلي بالك لو انتوا فاكرين دي النمبرز اللي كنا وبعمل سكيب كاونتينج باي 2 بس هنا بعمل ايه كاونتينج باك 20 18 16 14 12 لو انتوا فاكرين دي كمان النمبرز اللي هي 10 12 14 16 18 and 20 اللي كنا بنسميها even numbers لو انت فاكرين يعني even numbers يا مستر طب نفتكر يعني even numbers even numbers each number having 0 2 4 6 or 8 in the units او in the ones place اي number تلاقي فيه 0 او 2 او 4 او 6 او 8 بسميه even number يعني even number اهو يا يعني زي بص كده يعني الاقي في الوانز بتاعته 0 يبقى ايفن الاقي في الوانز 2 جاست ان وانز ماليش دعوه بالتنز ولا الهندردز ها طب هنا كمان 4 يبقى على طول ايفن نمبر 6 ايفن نمبر 8 يبقى ايفن نمبر يعني نمبرز اللي فيها في الوانز 0 2 4 6 اور 8 بسميها ايفن نمبر طب لما لقيتش النمبر دي يبقى اي حاجه ثانيه يبقى اود نمبر يعني لو لقيت 1 3 5 7 or 9 in ones بلاقي بسميه odd numbers تمام طيب يبقى ده هنا انا بتكلم طبعا عملنا minus 2 وهنا هنا بتكلم على النمبر pattern يبقى احنا كده عندنا two kinds of patterns اتكلمنا على ال visual pattern اللي بستخدم فيه ال pictures او figures كمان انا بتكلم هنا على النمبر pattern زي ما احنا شايفين انا بتكلم ايه we using numbers سواء النمبر دي بتزيد او بتنقص تمام اوكي
another خلي بالك هنا بقى، هنا لا في pictures ولا في numbers، بس احنا اتفقنا حتى في الفاجوال حتى في البيكتشرز هتلاقي numbers. طيب بص كده، ها طبعا دي دوتس ادي 1 وبعدين 3، خلي بالك من numbers. ها كمان ادي 1 and 3. ها how many dots in blue؟ 1 2 3 4 5. في باترن ولا مفيش؟ في، بص كده it was 1 became 3، طب 3 بقت بقت 5. ها what is the difference between 1 and 3؟ هلاقي 2. طب ايه الفرق بين 5 و 3؟ هلاقيهم برضو 2. يبقى انا كل مره بعمل ايه؟ بعمل بلس 2، يعني 1 and 2 3، 3 and 2 5 and so on. ها طيب تتوقعوا what is the next shape in this pattern؟ ها هيبقى 1. تمام اوكي، زي ما احنا ماشيين اهو 1 3. ها اوكي 5، what is the next؟ ها ايوه احنا كل مره بنعمل ايه؟ ها بلس 2. طالما يا جماعه في سيكونس يبقى وي ريبيتنج ذا سيم اماونت اور ذا سيم نمبر. هنعمل بلس 2، يبقى بلس 2 بلس 2 ها بلس 2، 5 بلس 2 ايكوالز. طب تعالى نعمل كاونتنج كده 1 2 3 4 5 6 7، يبقى عندي هنا كمان في sequence of 5 3 1، 1 and 2 3 3 and 2 5 5 and 2 7، وده اللي بنسميه dot pattern. انا كده عندي 3 kinds of pattern، عندي ال factual pattern اللي انا بستخدم فيه ال pictures او ال figures. تمام، بس خلي بالك بلاقي معاه برضو numerical pattern، بلاقي فيه numbers، الاقي في shape بيتكرر، ممكن 1 and 1، ممكن 1 and 2، 2 and 3 and so on. في حاجات بتتكرر، تلاقي في pattern برضه في sequence، وهنشوف ده في الاكزامبلز اللي عندنا. طيب كمان عندي number pattern، هتلاقي number بتاعتي يا بيحصل لها increasing بتزيد، يا بيحصل لها decreasing بتنزل. تمام، وكمان عندي الدوت pattern، عندي pattern هنا والاقيها بتتكرر، بس خلي بالك برضه بيبقى فيها نمبر. بص كده تعالى نتكلم تاني على الدوت ماترن. الدوت ماترن بيقول لي اتس ا تايب اوف جيومتريك باترن. يعني ايه جيومتريك باترن؟ خلي بالك لو انت خدت بالك من الفيجر ده، لوكس لايك بيراميد، عامل زي البيراميد او عامل زي التريانجل. اوكي ذات ديبيندز اون كاونتنج ذا نمبر اوف دوتس ان ايتش فيجر تو ديترمين ذا باترن رول. بص كده كان عندي هنا 1 became 3، 1 and 1 plus 2 equals 3. طيب ده اللي كان اللي فات بالظبط. طيب 1 plus 2 3، 3 plus 2 5 اهو. لو انت خدت بالك كده هيدينا شكل ايه؟ التريانجل او البيراميد اهو، يبقى هو جيومتريك باتر. اوكي لكن ايضا depends on counting numbers. هو شكل هندسي لكنه بيعتمد على numbers اهو 1 3 5 and 7. ولو انا عملت كده joining كده هتلاقي برضو الثاني ال triangle اهو 1 and 2 3 3 plus 2 5 5 plus 2 7 and so on. يبقى ده ال dot pattern. اوكي تعالوا نشوف كده اكسرسايز على الكلام اللي عندنا. draw to complete the pattern. فاجوال اور نمبر؟ طالما في فيجرز، في اشكال، في شيبس، في بيكتشر على طول يبقى فاجوال pattern. بص كده تريانجل، خلي بالك خلي بالي من الفاجوال باتر، خلي بالي من الاشكال وخلي بالي من الكالرز كمان. اوكي ها red triangle blue circle and
red triangle. طيب بص كده كمان ادي one triangle and another triangle. طب هنا كمان خلي بالك يبقى number of triangles ما بتغيرش اهو one and one with circle between them اهو two triangles and circles between them two triangles and circle يبقى لو انا هعمل ادي two triangles تمام هيتكرروا مش هيحصل حاجه تمام. طيب ايه بقى اللي بتغير؟ the number of circles. بص it was one became two became three. خلي بالك مش احنا قلنا كمان مع الفاجوال باترن هتلاقي فيه نمبر باترن. ادي باترن اهو يا سيدي 1 2 3. يبقى هنا على طول 4 سيركلز. ادي 1 2 3 4. طيب 1 2 3 4 5. يبقى 2 triangles and 5 circles between them. شفت الباتر؟ لو عايز تكمل كمان اوكي you can complete. rectangle طبعا كلهم rectangles تمام بس خلي بالك the number of rectangles هنا كان 1 هنا كان 1 and 2. طب هنا 1 2 and 3 في numbers يبقى the next يبقى 1 2 3 4 rectangles. طب هنا 1 2 3 4 5 rectangles. بص كده خلي بالك ده فاجوال باتر لكن هتلاقي فيه نمبر. ده كان هنا 1 بقى 2 بقى 3 became 4 5 and so on. يعني زي ما قلنا مع الفاجوال باترن كمان هتلاقي نمبر باتر. طب بص كده على الدوتس طبعا دي دوتس بس في كمان سيكونس. طب تعال عد كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 دوتس. Okay, 10 dots distributed among two rows. يعني ايه دول 10 متوزعين على two rows على صفين تمام. طب 1 2 3 4 5 6 7 8 في هنا باترن تمام numbers بيحصل لها ايه decreasing تمام بس خلي بالك برضو متوزعين على 2 رو تمام. طب هنا 1 2 3 4 5 6 انا عرفت والله اللي بعدها. بص كده 10 8 6 4 2. بس خلي بالك كمان ما ينفعش مثلا تروح عامل لي 8 مثلا تروح عاملهم لي كده اوكي كده ما بقناش في نفس السيكونس كده عملتهم ايه 2 كولومز بس هو قال لي ايه 2 روز. لا يبقى الفور ازاي؟ ادي 1 2 3 4. طيب التو 1 2 ان ذا سيم باتر انا عندي هنا 2 روز. طب لو واحد راح عامل التو كده كده صح. طب لو واحد تاني راح عاملها كده تو هوم يا مستر تمام بس انت عملت لي هنا ايه 1 رو وعملت لي 2 كولمز. لا ده غلط. انا بمشي بنفس الايقاع بنفس السيكونس. انا عندي هنا 2 روز يبقى تحافظ على التو روز. انت هنا عملت لي 2 كولمز اوكي 3 سمول سكويرز خلي بالك 3 and another 3 الكولومز عندي بيحصل لها ايه repeating. طب بص كده 1 2 3 تمام يبقى ده next 1 2 3 هيبقى 4 كولومز تمام بص كده طبعا the number of columns كانت 1 2
3 4. لو انت عايز تشتغل بـ the number of all squares هيبقى 3 6 9 12. ممكن هنا بقى اكمل هيبقى اي 5 هيبقى 1 2 3 4 5. كول ادي صف هنا 1 2 هنا 1 2 3 كولومز 1 2 3 4 كولومز هنا هيبقى كام 1 2 3 4 5. اوكي ذا نيكست fill in the blanks to complete the pattern. احنا قلنا each pattern لازم اعرف the rule ايه اللي بيحصل اللي هم قلنا عليهم ال two questions. اوكي two five eight اول حاجة numbers بتاعتي بتزيد ولا بتنقص؟ لا واضح اهي بتزيد increasing يبقى plus. plus كام بقى؟ اهو على طول اشوف ال 2 بقت 5 تمام حصل لها ايه بلس كام after 2 3 4 5 يبقى بلس 3 يبقى each jump we add 3 كل مرة هعمل بلس 3. طب تعالوا نجرب كده هل 5 بلس 3 equals 8 اوكي 5 after 5 6 7 8 تمام يبقى 2 5 the next number add 3 to 8 هعمل ايه 8 احط عليها 3 and also here we add 3 8 plus 3 excellent 11. ولو انت مش عارف اعمل counting after 8 count 3 after 8 after 8 9 10 11 right 11 to find the next 11 plus 3 11 plus 3 after 11 12 13 14. ولو انت بتعرف تعمل addition يبقى 3 in ones plus 1 in ones equals 4 and 2 and 1 in tens. اوكي زي ما يبقى هنا the rule انا بعمل plus 3. اوكي the next 10 20 30 numbers increasing يبقى بلس على طول اهي واضح ان هي بتزيد مني تمام 10 طب عايز اعرف طيب هنا يبقى هنا شوف ال 10 بقت 20 حصل لها بلس تمام بلس وات خلي بالك اللي اتغير هنا مين digit in tens it was 1 and became 10 زودنا ايه 1 in tens 1 بال 10 بكام يا جماعة 10 يبقى كل مرة بعمل plus 10 اوكي يبقى 10 plus 10 20 plus 10 30 plus 10 خلي بالك let's keep counting by 10 10 20 30 40 50 60 70 and so on if you want. Okay 1 7 13 1 7 13 طبعا it was 1 بقت اكبر منها هي 7 يبقى على طول احنا عملنا بلس تمام كام اوكي اعمل counting من ال 1 لغاية ال 7 after 1 2 3 4 5 6 7 اعمل لهم counting هلاقيهم كام 6 يبقى each step we add 6 we add 6 بعمل plus 6 اوكي 1 plus 6 7 طيب هل 7 plus 6 equals 13 7 plus 6 equals 13 اوكي تمام 7 plus 6 equals 13 تمام لو انتم فاكرين adding doubles 77 هقول 6 plus 1 plus 6 وانا عارف ان 6 plus 6 12 12 plus 1 13 13 plus 6 6 plus 3 9 and 1 اوكي تمام اوكي كام تبقى كام هاخد من ال من ال 6 1 علشان
added to 19 عشان تبقى 20 فاكرين renaming تبقى 25 20 and 5 لما خدت ال 6 عملتها عبارة عن 1 and 5 تمام وخدت ال 1 حطيته على 9 ليه عشان تبقى 20 20 and 5 25 والكلام ده كله هنعمل له revision لما نيجي في addition and subtraction نتكلم على ال 4 and 5 digit numbers تمام بص كده 30 25 20 numbers بتعمل ايه بيحصل لها decreasing يبقى minus what find the difference between 30 and 25 ممكن من 30 اعمل counting back 20 29 28 27 26 25 يبقى 5 يبقى بعمل minus 5 اوكي ها minus 5 ها 25 minus 5 20 20 minus 5 15 15 minus 5 10 انا ما بقولش فيها كتير لان عارف ان انتوا عارفينها ليه ده السكيب كاونتنج يا جماعه سكيب كاونتنج باي 5 فاكرينه اهو 30 25 20 15 10 بس هنا بعمل ايه كاونتنج باك أو 10, 15, 20, 25, 20, 30, and so on. Okay, 41, 39, 37, numbers بحصل لها إيه؟ يبقى minus على طول. طيب, what is the difference between 41 and 39? I'm counting back. 40, 39, can 2, يبقى minus 2. At each step we take 2 we subtract 2 اهو كل مره باخد 2 بص كده 41 minus 2 39 39 minus 2 37 37 minus 2 اخد من ال 1 عشان دي 1 ودي 1 7 minus 2 5 وال3 زي ما هي اخد من 5 اللي في ال 1 2 5 minus 2 3 and 3 يبقى 33 complete the matter okay خلينا نبدا من number A شايفين كده طبعا الترينجل ما بيتغيرش 1 and 1 بيتغير مين the number of circles كانت 1 2 3 وانا مغمض هنا هيبقى في 4 circles تمام اوكي طب هنا 2 triangles there is no anything between them okay طب هنا two triangles and one square between them طب هنا two triangles يبقى the next وانا مغمض يبقى في two triangles بينهم ايه هنعرف دلوقتي تمام ادي two triangles تمام بص كده على number of squares كان zero became 1 2 3 ايوه في باترن اهو 0 1 2 كل مره بعمل بلس 1 بلس 1 يبقى 2 سكويرز يبقى هنا على طول 3 سكويرز طيب 3 after 3 يبقى 4 سكويرز اوكي اوكي طبعا الدوتس دي احنا حليناها من شويه قلنا دول 10 هيبقوا هنا 8 6 4 2 اهو 1 2 3 4 وهنا 1 2 into row مش 2 كول هنا بيقول لي color طب بص كده هنا كان في ايه 1 بارت طب هنا كان ادي 1 2 يبقى ده نيكست عامل ايه شادد 3 excellent حتى مع الفاتوال باترن هلاقي فيه number اهو يبقى هنا كان 1 2 3 هنا هعمل ايه color 4 ادي 1 2 3 and 4 وهنا
1, 2, 3, 4, and 5. وكمان لما هو كان فاتول باترن هلاقي معاه في كمان نمبر باتر، زي ما قلنا اي فاتول باتر هتلاقي معاه نمبر باتر. complete. بص كده numbers 2, 5, 8 زادت ولا نقصت؟ ايوه زادت، يبقى بلس. كام بقى؟ اهو اشوف من التو للفايف after two three four five one two three يبقى بلس 3. يبقى each step we add 3. طيب هل 5 plus 3 equals 8؟ تعال after 5 6 7 8 تمام. يبقى to find the next number add 3 8 and 3 9 10 11 11 plus 3 excellent 14 30 25 20 numbers بحصل لها ايه؟ ايوه minus على طول. minus ايه بقى؟ the difference between 30 and 25 هي 5. اوكي يبقى each step we take 5 بعمل minus 5 minus 5 minus 5. اوكي 30 minus 5 25 25 minus 5 20 20 minus 5 15 15 minus 5 10. اوكي بص كده النمبرز بيحصل لها ايه؟ 10 20 30 ايوه بيحصل لها increasing بتطلع مني، يبقى بلس. بلس ايه بقى؟ it was 10 became 20. لو انت ما خدتش بالك منها ده سكيب كاونتنج باي 10. لو مش عارف اعمل كاونتنج after 10 20 30 ايوه 40 50 60 and so on. يبقى انا بعمل ايه؟ بعمل بلس 10. ورجعنا لكم تاني حبايبنا من جريد 3 بعد ما خلصنا السيشن بتاعتنا واللي اتكلمنا فيها على الباتر. ورجعنا ومعاكم ومعانا عمر ومحمد. ويلكم عمر ويلكم محمد. شفنا السيشن بتاعتنا؟ فهمنا يعني موضوع الباتر؟ طيب عندنا كم نوع من الباتر؟ محمد يقول لنا. تو اللي هما؟ فجوال باتر؟ وايه عمر تاني؟ النمبر باتر والنمبر باتر. يبقى الفاجوال باتر والنمبر باتر. محمد لو انت ما جبتش بسرعه على طول اصدقائنا اللي في البيت هيسبقوك. تمام يبقى عندنا الفاجوال باتر والنمبر باتر. تمام طيب تعالوا نبص كده اشوف انتوا فهمتوا ولا لا. معانا باتر اهو شايفين؟ 1 دوت وبعدين كام؟ 3. بس خلي بالك ال 3 عباره عن ايه؟ 2 رو. رو في 2 وبعدين ايه؟ 1. طيب بعد كده قول يا محمد. عندي 6. بس 6 عباره عن ايه؟ 3 ايوه 2. يبقى الباترن اللي بعد كده لو حبينا نكمل هيبقى ايه؟ 10. هيبقى 10. بس ال 10 هيبقوا ازاي؟ 4 3 2 1. تمام. الباترن ده اقدر اقول عليه نمبر باتر ولا فاجوال باتر ولا دوت باتر ولا اقول عليه ايه؟ نمبر باتر. نمبر باتر. طب انا شايف دوتس اهو يبقى فاجوال ولا نمبر؟ لا خلي بالك ده الاثنين مع بعض. ده فاجوال باتر ومعاه نمبر باتر. خلي بالك كده هلاقي كل رو الفرق بينه وبين اللي بعده 1. يعني بص كده 1 اللي بعد منه ايه؟ 2. يبقى عملت بلس 1. طب 2 بلس 1 3. طب 3 بلس 1 4. يبقى هو كمان يبان لي ان هو فاجوال باتر لكن هو فيه ايه؟ فيه نمبر باتر. تمام. طيب لو حابين نعمل مسابقه بيننا وبين اصدقائكم بسرعه كده وحبيت اقول لك 30 40 كمل. 30 40 50 محمد 60 زمايلنا بسرعه فعلا 70. برافو عليكم. الشاطر بقى يقول لي احنا عملنا ايه؟ في الرول بتاعنا كان ايه في الباترن ده؟ نمبر باتر. كنا بنعمل ايه طيب؟ بنزود ولا بننقص؟ بنزود. قد ايه؟ 10. برافو عليكم. يبقى ده كان موضوعنا النهارده واللي اتكلمنا فيه على
الباترن اتكلمنا فيه على الفيجوال باترن واتكلمنا فيه على النمبر باترن. ما تنسوش تتابعوا كل الحلقات من على السكوله ماس اوف جريد 3 ويز مستر هشام. اشوفكم في حلقات جديده جايه. بقى انا بس اشكر محمد واشكر عمر. ثانكس محمد، ثانكس عمر. ممكن نقول جود باي لكل اصدقائنا اللي اتفرجوا علينا. اوكي، جود باي. جود باي ستودنتس.